قديش مقاديرها للعجينه؟ كل كيلو من البرغل وبالوزن، ما تقولوا لي قد ايه بالمعيار بالكاسه، جيبوها بالوزن، بياخذ نص كيلو من لحمه العجل اللي ما فيها دهن. تمام. ما بدنا يكون فيها دهن ليه؟ لانه لما نقليها ما بدنا الدهن يدوب وبالتالي تفرط معنا الكبه. تمام. اوكي. بعدين بصله. اوكي. هذا عيارها المضبوط. وعندي انا حطيت ثوم اختياري. البهارات بحب احطها هون. كل تقريبا اسمعوا للكيلو بتاخذ لكم معلقتين ملح كبار. أوكي. بس انا حطيت لكم معلقه وانتم اقلوا كميه بسيطه وشوفوا قديش عيارها منيح ولا لا. مردقوش من الحوض. انا شو حكيت يا جماعه؟ وبهاراتي مشكله، خليني بس اجيب بهاراتي مشكله. وبتقدروا تستغنوا عنه، انا الصراحه بالنسبه لي عادي ما بحطه. طبعا بسالوكي نفس هاي الكبه بنقدر نعمل منها كبه مشويه؟ واذا ما بتقولي لي اليوم اساليني. شفتي امبارح؟ لا اساليني براحتك اليوم. أيوة. والله حلقه اسئله. وهي بابريكا اللي بدك اياها اليوم اسالي. بخلطهم كلياتهم، بحطهم. انا بحب محضره الطعام سريعه بس ما بتعطيكم نتيجه زي الفرامه. وعلى الجهتين روحوا عند اللحام قولوا له معي كيلو برغل، حطي لي عليه نص كيلو لحمه عجل، وخذي من عنده اللحمه خليه يفرم لك اياها، ونحط البهارات اللي بدك. اضبط لكم الصراحه. حطوا كل شيء زي ما انا عامله هلا وبعدين حطوها بمحضره الطعام. عندكم فرامه لحمه، بس الصراحه انا نصيحه انه تحاولوا تعملوها عند اللحام بيعطيكم نتيجه احسن. طيب امتياز، يعني نرجع نسألك نفس السؤال هلا، نفس هاي الكبة بنقدر نعملها مشوية ولا في خلطة ثانية؟ نقدر نعملها مشوية. بلا، مشوية على الفحم، مشوية على اللي بيقدروا يعملوها الخلطة. هاي العجينة الأساسية. في عجينة ثانية رح أعملكم إياها خلال رمضان، أنا ما بدي أحرق كل وصفات الكبة هلا. في رح نعمل عجينة من برغل بس من غير لحمة. أنا العجينة ممتازة بالنسبة إلي. أنا طبعاً بس طحنت نسبة أو كمية كتير قليلة عشان أورجيكم. طيب إم فاروق بتقولك بتقدر هي تعجنها بإيدها زي طبعاً أيام زمان؟ طبعاً أكيد بتقدروا بنفس هاي الطريقة، بس إن أعيل البرغل وقت أطول عشان يدوب معك أكتر أسرع. وغير هيك اللحمة افرميها عند اللحام مرتين ثلاثة. يعني اللحمة لما يجيبوها لما نحطها قولي له افرم لي إياها مرتين ثلاثة عشان ما تغلبك وعلى السريع. بس هي زيادة جهد عليها الصراحة فقط. لازم تنفرم مرتين، يعني هاي مفرومة مرة واحدة، خليني أورجيهم إياها. شايفين كيف؟ هون التنتين رح يزبطوا معي، رح أورجيكم كيف تنتين بتشكل. هاي ببرغل أبيض وهي ببرغل أحمر. هلا رح أعمل واحدة وأقليها قدامكم، شايفين؟ مي ونشا أحسن لكم، يعني أنا هاي مي عادية بس أنتم بالبيت عشان خايفين تتشقى حطوا مي ونشا. بحط مي هون ومي على إصبعي، بعدين ببلش بهاي الطريقة. تمام؟ حسيتها خميلة من جهة، برجع ممكن أعمل بهاي الطريقة. بترققيها المهم. برققها بالضبط، تمام؟ بس لأنه لما تكون عندكم العجينة كويسة تاخذ عنا ما بتتشقى، خلاص ما بتخافي. امتياز، انت اول مره بحياتك كبكبتي كبه، كان قديش عمرك؟ والله كنت صغيره، يعني والله. انا كنت اعمل مع امي هدول الاشياء وانا صغيره الله يرحمها. والله يعني عايشه. والله انا فخوره فيكي.